احنا كنتواجدوا بالمكتبة الوطنية ديال المملكة المغربية باش نديروا ندوة ديال ندوة صحفية باش نعطيو للصحفيين البرنامج ديال الفيستيفال اللي غيدوز في المنتزه الحسن الثاني بالرباط يوم 5 اكتوبر. غادي تكون في الصباح جوج ديال الندوات، واحده بالعربيه واحده بالفرنسيه في المكتبه الوطنيه، وفي العشيه ابتداء من 4 ديال العشيه غادي يكون لقاء ديال الكتاب 40 كاتب اللي غيجيو من بلدان مختلفه 17 البلد باش يتلاقاو مع الكتاب ويقدموا الكتب ديالهم ويديروا لي ديديكاس. هذا الهدف ديال هذا المهرجان هو تقريب الكاتب من القارئ، انه القارئ كيلقى الكتاب 40 كاتب، انه يمكن يهضر معاه، يمكن يتناقشوا الكتاب اللي كيجيو من بلدان مختلفة، يعني أنها ثقافات مختلفة، فهي جسور كتبنى ما بين مختلف الدول، وكنظن باللي في هذا الوقت الحالي احنا محتاجين لهذه الجسور. بخصوص هذه الدورة، تعتبر الدورة السادسة لهذا المهرجان، وتعريف مشاركة 17 دولة ب40 كاتبا. وطبعا سينجز هذا المهرجان الذي يشجع القراءة ويعرف طبعا شهرة متزايدة يومي 5 أكتوبر و 6 أكتوبر. والمهم طبعا في هذا المهرجان هو أن في صبيحة 5 أكتوبر ستكون هناك ندوتان حول موضوع هذه الدورة، وهو الذاكرة والأدب، بالنظر لأهمية هذا الموضوع في استمرارية طبعا المتخيلات والثقافات التي تكون الشعوب والمجتمعات. ففي هذا الصبيحة طبعا ليوم 5 أكتوبر ستكون ندوتان، واحدة بالعربية وأخرى باللغة الفرنسية، ثم لاحقا سيتم لقاء الجمهور مع الكتاب لتوقيع هذه الكتب.